تم التداول بخبرية أنه بده يصدر عن مصرف لبنان تعميم يعيد الاستفادة لأصحاب الودائع بالدولار المحلي أو ما يعرف اليوم باللولار. بدنا نأكد أنه نحن عم نعلق على كلام صحافي مش على كلام صادر من مصرف لبنان. اليوم المودعين بالدولار المحلي بيستفيدوا من أحكام التعميم 158 بجزئية الحد الأقصى 50,000 دولار، وعم يقبضوا يا أما بموجب 400 دولار أو 300 دولار شهريا. فيما يخص التعميم اللي انتهى العمل فيه بآخر 2023، تعميم 151، مصرف لبنان عم بيحاول أنه يعطي شوية سحوبات بظروف استثنائية لأصحاب هذه الودائع. اليوم المودع وفق قانون النقد والتسليف في يسحب من حساباته بالدولار المحلي اللي ما بتستفيد من التعميم 158 بموجب 15,000 ليرة للدولار الواحد. هلا اذا بده يروح مصرف لبنان باتجاه تامين دولارات فريش مثل ما عم بيتم التداول فيه بالصحافه وبالاعلام، هيدا بدها تكون خطوه انا كمصرفي ومراقب بحسها دعسه ناقصه. ليش؟ لانه اليوم انا بعتقد اذا المصارف بخير المودعين بخير، ومصرف لبنان مهمته يعيد الحياه للقطاع المصرفي مش يزيد من التداول بالاوراق النقديه، لانه بسبب التداول بالاوراق النقديه اتهمنا البنك الدولي بما باقتصاد بيساعد على تبييض الأموال. فنحن للمودعين منقول إذا بده يصدر قرار من هالنوع من مصرف لبنان اللي عم يستفيد من 158 ما في يستفيد من هالتعميم بنفس المصرف. واليوم مصرف لبنان أنشأ ما يسمى بمركزية الحسابات اللي كل واحد استفاد من التعميم 158 أو 151 رفع السرية المصرفية للجنة الرقابة على المصارف، ومصرف لبنان بيعرف مين عنده استفادة بال 158 وال 151، فما فينا نحاول نقوطب. في حال صدر التعميم نهار الأربعاء مثل ما الكل متوقعين، أنا بعتقد الإجراءات لتهيئة الأرضية من قبل المصارف التجارية للاستفادة من أحكام هذا التعميم المنتظر حتاخذ ما يقارب الشهر أو أكثر، وبده يزيد من التكاليف التشغيلية والمصاريف التشغيلية على المصارف، وفي احتمال بظل غياب الرقابة تتحول لمشروع فتنة بين المصارف والمودع.